وما ادري وين الخطر حياتي. لو عرف الخطر خلاص ما في فايدة، حتى لو عرفت الخطر وش اسوي؟ كل شيء راح، كل شيء انتهى، كل شيء راح، كل شيء انتهى. اولادك شنو؟ اولادي ما يجيبون
اليوم هناك شهادة جامعية في الطب بنجاح وتميز وتفوق عالي جدا. هذا هو التطور. أنا تعبي وتعب والدي الذي كد علينا طوال حياتي وحياتنا لم ييأس ولم يتعب، واليوم نرد له هذا الجميل ونفني حس الوطن. لبناء الوطن ومن جد وجد ومن زرع